ايه رأيك في الحمام؟ مريح مش كده؟ انتي طبعا عارفة لما انا هشيل ده هتعملي ايه؟ انتي اصلا مفيكيش نفس، لا تصرخي ولا تصوتي. بس انا اختي صوتت وصرخت، واللي المفروض كان ينجدها هو اللي داس عليها وقتلها. ابص رجلك، ابص رجلك، والله العظيم ما كنتش اعرف ان ده هيحصل لها، ما كنتش اعرف ان ده حصل لها. هو انت ما تعرفيش انه كان عايز يقتلني انا فقتلها هي؟ وكل ده عشان يتجوزك ويفضل معاكي طبعا بعد ما يورثني. مش بعيد تكون انت اللي خططتي اصلا للحكايه دي كلها. والله العظيم ما اعرف اي حاجه على اللي حصل. خلينا امشي من هنا، وانا اوعدك ان انا مش هرجع هنا تاني، مش هتشوفي وشي تاني ابدا في اي حد. هو فعلا ما حدش هيشوف وشك تاني. انا اسفه جدا، النهار قرب يطلع فمضطرية أصر على الإيقاع.